رد الحراك الشعبي على مقررات مجلس الوزراء مفرغا خطة وزير الزراعة أكرم شيب من مضمونها باعتبار أنها تعمل على مقايضة المناطق الفقيرة واستغلالها متجاهلة الإنماء المتوازن. الحراك أشار إلى بند المرحلة الانتقالية الذي ورد في مقررات الحكومة والذي خلى من أي أهداف لحل دائم فيما بعد، لافتا إلى أن من وافق على الدستور منذ 25 عاما ولم يطبقه وعرض حياة اللبنانيين لمخاطر النفايات شهورا لا قيمة لوعوده، يؤكد أن إيجابيات الخطة لم تكن إلا خدعة وقناعا أبيض لتضليل الرأي العام تمهيدا للتراجع عن الإيجابيات ونصفها بالكامل. إن الحكومة اعتمدت أسلوب المراوغة من خلال التمسك بمدة انتقالية تصل إلى 18 شهرا. إن المقررات خلت من أي التزام بمبدأ الفرز عند المصدر أو بأي خارطة طريق لضمان تطبيق هذا المبدأ من الأفراد والبلديات. الحراك اعتبر أن الحل يكمن في الخطوات التالية: إلغاء صريح للقرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015 من جميع القرارات مع جميع القرارات المتصلة به، التشغيل الفوري لكل معامل الفرز المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ترميم المقالع والكسارات لاستقبال العوادم فقط. نوجه إنذارا بوجوب المبادرة إلى تحقيق مطالبنا أعلاه وفي مقدمتها إعلان طوارئ بيئية على نحو يؤدي إلى إزالة جميع النفايات من الطرقات العامة والشوارع قبل انعقاد طاولة الحوار الأربعاء القادم. واتهم الحراك الحكومة بالإفساح في المجال للاحتكار وهدر المال العام عبر الإبهام في تسديد المبالغ المتراكمة لشركة جمع النفايات منذ 17 من تموز الفائت. أنتوا رافضين فتح أي مطمر، رافضين فتح مطمر الناعمة، رافضين مطامر جديدة، وين بتحط الدولة هالنفايات الجديدة اللي هلأ بدها تنشال الشركة؟ بس سؤال، نحن قبل ما نجاوب على سؤال شو رأينا وين نحط النفايات، نحن منطالب بتحميل المسؤولية عن من أوصل البلد إلى هذا الواقع. بليز رد على سؤالي، أنت قلت أنه رفع من الشوارع قبل طاولة حوار المقبلة، هيدي وين بحطوهم؟ هاي مسؤولية الحكومة تلاقي وين؟ نحن عم نقول لازم ينفرزوا قبل ما ينحط قبل في البيان. البقية وين بينحطوا؟ مش لا هو بده يجيب مو معروف لك هو معين. علم هلا كل اللي يجمد عم يصوروا بلد شو بات لما عطوا الحمار لمين مكان اوعى توجه كلمة الاعلام لا توجه كلمة واحد من الاعلاميين يا تا خبي تا كملته لصاحبك مره كملته صاحبك شو صار لك يا مين عرب صاحبك